بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أحاديث الفتن والحوادث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 18. لما دخلوا هذه الجزيرة لقيتهم دابة من الدواب التي تسير في الأرض، ليست إنسانا ولا حيوانا معروفا، وإنما هي دابة غريبة، غريبة الشكل، ليست من الدواب المألوفة. نعم. لا يدرون ما قبله من دبره، مكسوة بالشعر، لا يعرفون رأسها من عقبها. نعم. من كثرة الشعر. نعم. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. تنطق، تتكلم بإذن الله. نعم. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. يعنون الدجال. الدجال كان معسورا بهذا المكان، هذه الجزيرة، كان مكبلا في هذه الجزيرة، وهو يتحسس الأخبار عن المسلمين وعن محمد وأصحابه. نعم. قالت: لما سمت لنا رجلا فرحنا منها أن تكون شيطانة. نعم. قالت: لما سمت لنا رجلا فرقنا، فرقنا يعني خفنا. نعم. فرقنا منها أن تكون شيطانة. الدابة هذه لما أخبرتهم عن وجود هذا الرجل خافوا أن تكون هذه الدابة شيطانا، لأن الشياطين يتصورون صور الدواب والحيوانات. نعم. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير. نعم. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، وأشده وثاقا. نعم، موثق، موثوق بال موثوق بالمكبل بالأغلال. نعم. وأشده وثاقا. نعم. مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. نعم. قلنا: ويلك، ما أنت؟ فقال: قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن من العرب، ركبنا في سفينة بحرية، فصادفنا البحر حين اغتلم. حين اغتلم. اغتلم يعني اشتد. نعم. فلعب بنا الموج شهرا، ثم نعم. أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة، فلقينا دابة أهلب كثير الشعر، أو فلقينا دابة أهلب كثير الشعر. لقينا. نعم. دابة. فلقينا دابة أهلب كثير الشعر، لا ندري ما قبله من دبره من كثرة الشعر. قلنا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا، وفزعنا منها، ولم نأمن أن تكون شيطانا. قال: أخبروني عن نحل بيسان. يسألهم عن أشياء في جزيرة العرب إذا خرج سيمر بها. نعم. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثير الماء. قال: أخبروني عن؟ قال: أخبروني عن نحل بيسان. نهرها؟ نخل. نخل، نخل. نعم. إيه، شجر النخل يعني. نعم. نعم. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ عندكم تعليق على بيسان ولا فيه؟ ما لم يذكر تعليق عن في النص. نعم. في نعم. ها؟
تعليق يعني بيسان قرية في الشام. نعم. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثير الماء. يعني هذا النخل كثير الماء عنده، ولذلك صار نخلا حيا، لو كان ما عنده ماء مات. نعم. قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر. يعني سيأتي عليه وقت يصعب ولا يثمر. نعم. قال أخبرني عن بحيرة الطبرية. نعم. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. نعم، في المستقبل يعني. نعم. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء ذلك العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا يعني محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث الأميين رسولا منه، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ الكتابة ولا يكتب بالقلم، يسمى أميا لأنه بقي على حالته يوم يولد، يوم تلده أمه، لا يقرأ ولا يكتب. هذا شأن العرب أميون الغالب، قل منهم من يقرأ ويكتب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من حكمة الله أنه لو كان يقرأ ويكتب قال الناس هذا الذي جاء به هذا قرأه في الكتب، قرأه في الكتب الأخبار الأولين. لما جاءهم بهذا الكتاب العظيم القرآن بهرهم، كيف أمي لا يقرأ ولا يكتب وجاء بكتاب أعجز البلغاء والفصحاء، كتاب يشتمل على علوم عظيمة لا يعلمها إلا الله، ما يمكن أن يحصل عليها الإنسان بالقراءة والكتابة إلا أنها وحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا جاء بكتاب أعجز الأمم في علومه في بلاغته في لغته في إحاطته بالأخبار الماضية والمستقبلة في أحكامه وتشريعاته. هذه معجزة، ولذلك القرآن هو المعجزة الخالدة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. نعم. قالوا قد خرج من مكة ونزل بيثرب. خرج من مكة يعني هاجر، لا يقعه أهل مكة، بعث صلى الله عليه وسلم في مكة ودعا إلى التوحيد وبقي في مكة 13 سنة بعد البعثة يدعو الناس، يقتصر على الدعوة فقط إلى عبادة الله له لا شريك له وترك عبادة الأصنام، ولم يؤمر بالجهاد ولم تنزل عليه فرائض، إنما كان يدعو إلى التوحيد فقط. فآمن به من آمن من السابقين الأولين من المهاجرين،
وضايقهم أهل مكة الذي ليس له قبيلة يعذبونه ويقتلونه ويضايقونه، والذي له قبيلة تحميه قبيلته، فعند ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة الأولى إلى الحبشة عند النجاشي، كان ملكا من ملوك النصارى على دين النصرانية، لكنه رجل عادل، قال صلى الله عليه وسلم لا يظلم أحد عنده، فأمرهم بالهجرة إليه في الحبشة، فاستقبلهم النجاشي وأكرمهم وحماهم وآل به الأمر إلى أن أسلم لما سمع القرآن، وسألهم عن هذا الرسول وماذا يأمر به ماذا ينهى عنه، توقن أنه رسول الله لأنه من علماء أهل الكتاب، وأهل الكتاب يعرفون بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفون صفاته، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فآمن النجاشي رحمه الله، ثم قيل لهم إن أهل مكة قد أسلموا، قيل لهم جاءهم خبر أن أهل مكة قد أسلموا، فعادوا لأنهم يبون وطنهم، يرغبون وطنهم يحبون، عادوا إلى مكة. لما عادوا إلى مكة وجدوها أسوأ مما كانت، أسوأ مما كانت، وأن هذا الخبر ليس صحيح، وأن الضيق لا يزال على أهل الإسلام، فهاجروا مرة ثانية، الهجرة الثانية إلى الحبشة. ثم جاءوا بعد ذلك لما في غزوة خيبر، في غزوة تبوك، لما انتصر الإسلام وفتحت مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا، جاءوا من الحبشة، جاءوا من الحبشة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، لأن الأنصار يقال لهم الأوس والخزرج، يقال لهم الأوس والخزرج، ما يقال لهم الأنصار، الأوس والخزرج، وكان بينهم وبين اليهود عداوة في المدينة، اليهود كانوا مستوطنين في المدينة بجوار الأوس والخزرج، كان بينهم عداء وبينهم شحناء، لكن اليهود كانوا يهددون الأنصار الأوس والخزرج، يقولون سيبعث نبي ونكون معه ونقتلكم، نقتلكم، يعنون الأوس والخزرج، ويصفون هذا النبي بصفاته للأوس والخزرج، يتوعدون، لهذا قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كان اليهود يستفتحون على الأوس والخزرج المشركين، إننا سنتبع هذا الرسول ونقتلكم، فوقع ذلك في أنفس الأوس والخزرج. فلما جاءوا للحج، على العادة جاءوا للحج، كان العرب ينزلون منازل، كل قبيلة لها منزل، ينزلون منازل في منى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى
هذه المنازل ويدعو إلى الإسلام، ويضايق عليه الصلاة والسلام، منهم من يقبل ومنهم والأكثر لا يقبل دعوة رسول الله عليه وسلم، لكن كان يعرض نفسه على القبائل يطلب منهم أن يؤوه ليبلغ رسالة ربه. فصادف أن جاء إلى منازل الأوس والخزرج عند العقبة، جمرة العقبة، فدعاهم إلى الله، قرأ عليهم القرآن، فتأملوا وقالوا: هذا الذي تتهددكم به يهود فلا يسبقوكم إليه. فأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى، ثم رجعوا إلى بلادهم يدعون إلى الله ويدعون إلى الإسلام، فأسلم الكثير من أهل المدينة، ثم جاءوا في العام القادم أكثر من الذين بايعوا البيعة الأولى، وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم وأن يحموه من أذى الكفار والمشركين. الرسول عاهدهم على الهجرة، ثم أذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، كانت في الأول سمى يثرب، سمى يثرب، هذا اسمها في الجاهلية، قيل لأن فيها الحمى فهي تثرب أهلها بالحمى، وقيل يثرب اسم الذي أسسها، الذي أسس المدينة رجل يقال له يثرب، سميت باسمه. الرسول صلى الله عليه وسلم سماها المدينة بدل يثرب، لأن هذا اسم يثرب غير مرغوب فيه، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وسمى الأوس والخزرج بالأنصار، سماهم بالأنصار، وفي النهاية هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ولحق بأصحابه إلى المدينة، استقر فيها عليه الصلاة والسلام، ونزلت عليه الفرائض، نزل عليه الصيام والزكاة وفرائض الإسلام والحج. لما استقر بالمدينة وفرض الجهاد، كان ممنوعا في مكة ثم فرض في المدينة، لما قوي المسلمون صار لهم دولة، فرض عليهم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام بعد الدعوة إلى الله، أولا الدعوة إلى الله ثم الجهاد، من لم يقبل الدعوة يجاهد. هذا هو حاصل الخبر في المدينة وأهلها. نعم. قال: قاتله العرب؟ قلنا نعم. قال الدجال قاتله، يعني هذا الرجل الذي بعث فيكم هل قاتله العرب؟ قالوا نعم قاتله العرب. نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. نعم. قال الله قد ظهر على من يليه قريب منه من العرب، ظهر عليهم يعني انتصر عليهم. نعم. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه. أما شوف الدجال الكافر يقول ذلك خير له، اعترف بأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم خير له إن أطاعوه. نعم. وإني مخبركم عني. أي انتهى من سؤالهم وسيجيبهم عنه هو حقيقة هو. نعم. إني أنا المسيح الدجال.
نعم. وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج. من الشر. نعم. فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. كما مر بكم، كما مر بكم في خبر الدجال. نعم. غير مكة وطيبة. أما مكة وطيبة فلا يدخلهما، تحرسهما الملائكة على حدودهما. نعم. فهما محرمتان علي كلتاهما. ولكن المنافقون يخرجون إليه من المدينة، يخرجون إليه والعياذ بالله. نعم. كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها. صلتا يعني مسلولا. نعم. وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي أخبرهم عنه في المسجد لما جمعهم بعد الصلاة. نعم. هذه طيبة. نعم. أعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعليق من الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الخبر. وطعن بمخصرته في المنبر. مخصرة عصا القصير بيده صلى الله عليه وسلم، ضرب به على المنبر. نعم. هذه طيبة. هذه البلد يعني طيبة، اسمها طيبة بدل ما تسمى يثرب. نعم. طيبة وطابة. نعم. هذه طيبة. هذه طيبة. نعم. يعني المدينة. نعم. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم، فإنه أعجبني حديث تميم لأنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه. نعم. أعجبني، يقول صلى الله عليه وسلم، أعجبني حديث تميم الداري عن الجساسة والدجال لأنه وافق الذي حدثتكم عن الدجال الذي قرأناه الحديث السابق. نعم. وعن المدينة ومكة. وعن المدينة ومكة أن الله يحميهما من الدجال. نعم. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق. ما هو؟ نعم. ألا إنه، قال ألا إنه في بحر الشام يعني الدجال. نعم. أو بحر اليمن. نعم. لا بل من قبل المشرق. بل يكون الدجال يأتي من قبل المشرق. يأتي من قبل المشرق. نعم. ما هو من قبل المشرق؟ نعم. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو؟ وأومأ بيده إلى المشرق. نعم. إنه يأتي من قبل المشرق. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من شره. نعم. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت الراوية، قالت الراوية الصحابية فاطمة بنت قيس. نعم. فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظت هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجساسة حين ألقاه على المنبر. نعم. قال وله عن يعني ما روته عن أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. نعم. وليس نقب من نقابها إلا عليه الملائكة الصافين تحرسها، فينزل بالسبخة، سبخة، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. وفي لفظ: فيأتي سبخة الجرف فيضرب لواقه. نعم. ينزل فيها. نعم.
قال وله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. نعم، فالدجال من اليهود، الدجال من اليهود، من يهود المشرق، هي أصبهان، أصبهان بلد معروف في بلاد فارس. نعم. قال وله عن أم شريك رضي الله عنها عليهم الطيالسة لباس النصارى، لباس اليهود، طيالسة لباس اليهود. نعم. قال وله عن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. هم قليل. نعم. قال وله عن عمران رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. نعم. قال وله عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. نعم، يعني الدجال أعور، ليس له إلا عين واحدة والعين الأخرى مقموسة، وهو يدعي أنه الله. الدجال يدعي أنه هو الله، صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم ليس بأعور، هذا فيه وصف الله جل وعلا بأن له عينين سبحانه وتعالى وليس بأعور، لكنهما عينان تليقان بجلاله سبحانه بصفات الذات. نعم. ومكتوب بين عينيه كافر. نعم، كافر يعني مكتوب عليه حروف مقطعة، كاف كاف ثراء يعني كافر. نعم. وفي رواية بعد الحروف أي كافر. نعم. وفي رواية ثم تهجاها كافر ويقرأه كل مسلم، يعني ولو كان عاميا يقرأ هذه الكتابة على جبين الدجال كافر. نعم. قال وله عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار. نعم، يعني يخيل إلى الناس أن معه جنة ونار، فتنة. نعم. قال وله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركنا أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليفحصنا ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. نعم، يتراءى للناس أنه نار هو الماء البارد، يتراءى للناس أنه ماء بارد هو النار، يعني على العكس. نعم. وإن الدجال ممسوح العين. ممسوح العين يعني، ولذلك سمي بالمسيح يعني ممسوح، مسيح بمعنى ممسوح مقلوص عينه. نعم. عليها غفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر. نعم. يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. كاتب وغير كاتب. نعم، يقرأه العوام وقوله. نعم. قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار. مثل الجنة والنار، يعني ليس الجنة حقيقية ولا نار حقيقية، لكنها مثل. نعم. فالتي أقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه.
أول الرسل أن يرى به قومه أول الرسل وآخرهم صلى الله عليهم أجمعين. نعم. ولوله عن نافع: ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. نعم. قال وله عن أبي سعيد قول ابن صياد له: ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قلت بلى. قال فقد ولد لي. أو ليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتهموا بن صياد لأنه هو الدجال يقول لا ما ينطبق علي وصف الدجال، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يولد، أخبر أن الدجال لا يولد له وأنا يولد لي. نعم. أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ أي نعم، وابن صياد دخل المدينة ودخل مكة. نعم. قلت بلى. قال فقد ولدت بالمدينة وها أنا أريد مكة. نعم. ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت؟ إلى آخر الحديث. أيوه، أنا لست يهوديا، أنا مسلم. نعم. قال وله قول حفصة لابن عمر رضي الله عنه: ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ نعم. قال وله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. كما سبق أن من أدركه وليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. نعم، 10 آيات. نعم. وفي رواية من آخر الكهف، رواية ثانية أنه يقرأ عليه 10 من آخر الكهف. المهم أنه يقرأ عليه 10 آيات من أول الكهف أو من آخرها. نعم. وله عن عمه ثابت عن الصحابة مرفوعا: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. نعم، الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، لا يراه أحد في الدنيا، وأما في الآخرة فيراه المؤمنون خاصة، يراه المؤمنون خاصة إكراما لهم. نعم. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. هذا في آخر الزمان، أن المسلمين ينتصرون على اليهود، هذه بشرى للمسلمين، لكن تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى قوة. نعم، لعله يكفي. وفي رواية: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، رواه من حديث أبي هريرة. شجر الغرقد لا يخبر عن اليهودي الذي خلفه لأنه من شجر اليهود. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام إلا قبضت، أو كما قال؟ نعم. يدل على أن الدجال ليس بشرا؟ لا، ما يدل على أن الدجال ليس بشرا، الدجال من بني آدم، بشر، يأجوج ومأجوج من بني آدم. نعم. صلى الله عليكم. يعني قصده أن الدجال معمر، أدركه الصحابة حديث الجساسة، الله قادر على كل شيء، يمدد البعض الناس. نعم. الغالب أنه ما يعيش الإنسان أكثر من 100 سنة، هذا في الغالب، وقد يعيش لأمر يريده الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا السائل الثاني يدخل مع الدجال الجساسة والخضر في حديث 100 عام. إيه؟ السائل الثاني سؤاله طويل، يدخل مع الدجال في حديث 100 عام لا يبقى أحد، الجساسة والخضر. لا تعارض هذا يا أخي، الله قادر على كل شيء. الغالب أنه ما يعيش أكثر من 100 سنة، لكن بعض المخلوقين يعيش أكثر من ذلك إذا أراد الله وله الحكمة بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السؤال يقول:
أو عفوا هذا السائل يقول: ذكر الإمام مسلم عن النواس بن سمعان أن الدجال يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل، القتل هنا قتل حقيقي أم أن الدجال يسحر أعين الناس؟ وكما سبق لكم كل سحر كذب يخيل إلى الناس ذلك، وإلا فإن الله جل وعلا هو الذي يحيي ويموت، ما أحد يحيي ويموت إلا الله، لكن قد السحرة يخيلون من الناس أنهم يطعنون أنفسهم بالسلاح وأنهم يقتلون وأنهم يحيون الموتى، هذا كل سحر وكذب تخيل على الناس. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: اتفق الجمهور على أن الإباحة حكم شرعي، فهل الإباحة حكم تكليفي على قول الجمهور؟ وكل الأمور كلها حكم شرعي، الله جعل بعض الأشياء واجبة وبعضها جعل بعض الأشياء حلالاً وبعضها حراماً وبعضها مكروهاً وبعضها مستحباً وبعضها مباح، المباح هو من تشريع الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو مصير المهدي بعد ظهور نبي الله عيسى بن مريم؟ الله أعلم، لكن ينتهي حكم المهدي بظهور المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. نعم. أما وين ينتهي أمره الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل جاء أن عيسى هل جاء أن الدجال يخرج من خراسان؟ وإذا كان كذلك فما الجمع بينه وبين ما جاء أنه يخرج خلة بين الشام والعراق؟ يعني يمر بين الشام والعراق، إنه أصل مخرجه من أصفهان أصبهان. نعم، لكن يمر بالشام والعراق في طريقه. نعم. السلام عليكم. هذا سائل يقول: هل كل الأعمال الكفرية يطبق عليها انتفاء الموانع وتوافر الشروط؟ إيش؟ هل كل الأعمال الكفرية يطبق عليها انتفاء الموانع وتوافر الشروط؟ يا أخوان، سبقا قلنا لكم نحن ما لنا إلا الله، فمن أظهر الكفر والشرك حكمنا عليه بذلك، وأما أنه يعذر بالجهل وأنه كما يقولون هذا إلى الله سبحانه وتعالى، نحن نحكم على الناس بما يظهر منهم، إلا إذا كان لهم مثلهم يجهل هذا الشيء، مثلهم يجهل هذا الشيء فهو يعذر بالجهل، أما إذا كان مثلهم لا يجهل هذا الشيء فلا يعذرون بالجهل، لأن بلغتهم الحجة، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم. أسأل الله. من بلغه القرآن وهو عربي يفهم العربية قامت عليه الحجة، لأنه لو أراد لفهم، لكن ما أراد أنه يفهم، ما أراد أنه يفهم. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول السائل: هل يعتبر استهزاء عندما لا يعرف فلان إلا بأن نقول أبو لحية؟ فلان لا يعرف إلا بصفته فيقال له أبو لحية، هل يعتبر هذا استهزاء؟ مو بهذا الصيغة، يعني أنه يتميز بأنه كبير اللحية، أنه كبير اللحية تميز بها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا كان الذي يأتي به الدجال كله سحر ودجل وأنه غير حقيقي، يقول إذا كان الذي يأتي به الدجال كله سحر ودجل وهو غير حقيقي، كيف ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء، فيشرب منه فإنه ماء بارد؟ إيه نعم، هو هذا يدل على أنه على غير حقيقته، اللي يظهر أنه ماء حار وأنه، ولكن الحقيقة العكس أنه ماء بارد، هذا يدل على أن الذي مع الدجال ليس على حقيقته. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول عن حذيفة رضي الله عنه أن الدجال أعور العين اليسرى
عن نافع على إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى؟ نرجو التوضيح بارك الله فيك. لازم من الترجيح بين الروايتين، شاف أي روايتين أرجح أحكم بها. نعم أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الرسائل التي تنكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا، ويستدلون بقول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. سبحان الله، هذا يدل على أنهم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا الأرتاب المبطل. هذا يدل على أنهم ويقول أن هذا يدل على أنه ما هو أمي. شلون هذا؟ نعم، يعني تكملة السؤال، ويقولون إن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صار يقرأ ويكتب. ما يقرأ ولا يكتب، ما الرسول ما يقرأ ولا يكتب، ولكن أوحى الله إليه القرآن وعلمه إياه وهو أمي عليه الصلاة والسلام، وله بالتعليم محجورا على من يقرأ ويكتب. أليس الأعمى، أليس كثير من العلماء عميان لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن يتلقون العلم عن العلماء ويحفظونه، هو قادر على كل شيء. نعم أحسن الله إليكم. ومما أيضا انتشر في الآونة الأخيرة أن وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أمي إنما ذلك نسبة لأم القرى. ما شاء الله، هذا دليل على جهل هذا القائل أنه ما يفهم أنه هو الأمي في الحقيقة. نعم أحسن الله إليكم. الأمي يتعلم يا أخي، الأمي يتعلم ويصير عالم وهو أمي، لكن اللي يسأل هذا يظهر له ما يسأل أميا ولا تعلم. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل إذا درس الطالب على شيخ متنا من متون فهل يصبح هذا شيخا له؟ يعني يقول له شيخي فلان لأنه درس عليه متنا، ويكون له كأحد طلابه. أي نعم، إذا جلس عليه واستفاد منه وحفظ عنه شيء من العلم قال شيخ له في كذا وكذا، شيخ له في النحو، شيخ له في التفسير، شيخ له في الفقه، على حسب ما تعلم منه. الإنسان قد يكون له عدة مشايخ، يكون له آلاف من المشايخ، مئات من المشايخ، كما تدرسون في سير العلماء وأخذهم العلم عن المشايخ. نعم، ولكن هذا يدل على أن العلم ما هو يقتصر على فن واحد، يقتصر على قراءة الحديث وعلى علوم الحديث فقط. لا، العلم متشابك، بعضه يخدم بعضه، لا بد أن يقرأ في التفسير، في الحديث، في النحو، في اللغة العربية، في الأصول، أصول الفقه وأصول التفسير، يقرأ في مصطلح الحديث، ما يقتصر على فن واحد ويقول أنا يكفين هذا. العلم يرتبط بعضه ببعض، وإذا لم تجد عالما متخصص في فن تجده في عالم آخر تأخذ من تخصصاتهم كلهم، ويكون مشايخ لك، تأخذ عن هذا في النحو، تأخذ عن هذا في الفقه، تأخذ عن هذا التفسير، عن هذا في الأصول، وعن هذا في الحديث. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان الدجال لا يدخل مكة والمدينة فهل يفتن سكانها أو سكان المدن الأخرى؟ فهل يفتن سكانها؟ اللي يريد له الله الفتنة ولو في مكة والمدينة يخرج للدجال، واللي يريد الله له الحماية ما يخرج، يبقى ويصبر على ما، لأنهم يخرجون من الخوف، ترجع في المدينة ثلاث مرات يصيبهم الخوف، يخرجون يريدون النجاة، وهم هو بنجاة هذا لا هو الهلاك، ما يثبت إلا أهل الإيمان والصبرون. نعم يقول هذا السائل: ما حكم من استباح شيئا من المحرمات مثل الغناء؟ إذا استباح شيئا مجمعا على تحريمه فهو كافر،
أما إذا استباح شيئا مختلفا فيه فلا يكفر لكن يخطأ، بل هذا خطأ. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: هل يجب سجود سهو عند النسيان أثناء الركوع بحيث يقول سبحان ربي الأعلى بدلا؟ ها؟ من قال في الركوع سبحان ربي الأعلى؟ إذا أتى بقول المشروع في غير موضعه هذا سهو، يستحب له سجود السهو، ما يجب، يستحب له سجود السهو. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل: ما معنى على عينه غفرة غليظة؟ على عين الدجال عليها غفرة غليظة. غفرة؟ غفرة. غفرة؟ نعم. شعر يعني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أو تقول هذه السائلة: الحديث هل يعني أن الدجال موجود الآن وهل يمكن أن يرى، أم أن هذا كان خاصا بهذا الصحابي؟ الحديث يدل على أنه موجود وأنه مكبل ينتظر الخروج. الله على كل شيء قدير. نعم. سأل الله إليكم. نعود إلى مسائل الإيمان. يقول السائل: من يقول إن الأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة أو أدنى، ولكن نحن لا نكفر بالمباني الأربعة، وهذا قول لبعض السلف بعدم تكفير أركان، عفوا، بعدم تكفير تارك الصلاة وغيرها، هل هذا القول رجاء؟ ما قال قول السلف الصالح فيها أشياء يكفر من تركها، وهو من العام مثل الصلاة، ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينه بالصلاة ومن تركها فقد كفر. ترك الأعمال، والأعمال داخلة في الإيمان، ترك الأعمال العمل مخل بالإيمان، لكن منه عمل إذا تركه يكفر مثل ترك الصلاة، ومنه عمل إذا تركه يعصي يكون عاصيا وينقص إيمانه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم ما كتب من القرآن وعلق في البيت أو لبس كحجاب؟ لا يجوز هذا، لا يجوز تعليق القرآن على الحجاب، هذا نهى عنه السلف، والصحيح من قول العلماء أنه لا يجوز ولو كان من القرآن، لا يعلق على الطفل على الكبير على، لا يعلق، لكن يرقى بالقرآن، يقرأ عليه بالقرآن، هذا طيب، من يعلق ما يجوز ولو كان من القرآن. أما إذا كان من غير القرآن ومن الشرك ومن الشعوذات هذا بالإجماع حرام ولا يجوز، هذه هي التمائم الشركية. المعلقات على نوعين: ما كان من القرآن هذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز، ما كان من الشرك ومن الشعوذات ومن الألفاظ الغريبة التي لا تفهم هذا حرام بالإجماع شرك. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول: ما هي نصيحتكم للذين يزهدون الشباب في طلب العلم والدعوة إلى التوحيد ويقولون يكفي العلم، الآن الوقت وقت جهاد واستنفار في سبيل الله؟ الجهاد ما يكون إلا بعلم، الجاهل ما يجاهد ولا يعرف، لا بد من العلم، لا يكون الجهاد إلا بعد العلم ومعرفة الأحكام وأحكام الجهاد ومتى يسرع ومتى لا يسرع. نعم. ولا ما يصير جهاد إذا كان ما هو على أساس شرعي ولا على شروط الجهاد، ما يصير جهاد. نعم. أحسن الله عليكم. هذه سائلة تقول: نحن من قرية وغالبا ما تذهب النساء إلى الحج عن طريق عقد زواج صوري مع أي حاج، فهل يكون هذا محرم أو محرم؟ لا، هذا محرم وليس بمحرم، لا يجوز هذا، النكاح ما يجوز أن يكون عن طريق الحيلة فقط، يجوز المحرمية فقط، ما يجوز هذا. نعم. وهناك من يعقد، هذا يشبه المتعة، هذا يشبه المتعة عند الشيعة. نعم. وهناك من يعقد على أربع نسوة في نفس الوقت، يعني ما عنده نساء من قبل إلى أربع نسوة، هذا مباح له إذا قام بحقهن. نعم. ما الحكم بالنسبة لوجود المرأة للمحرم، عفوا،
ما الحكم بالنسبة لوجود المحرم للمرأة؟ ما الحكمة؟ ما الحكم بالنسبة لوجود المحرم للمرأة؟ ما الحكم؟ نعم، واجب هذا، واجب وجود المحرم للمرأة في السفر، واجب. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا ومعها ذو محرم. هذا واجب، حرام عليها أن تسافر بدون محرم، لا يحل. وش معنى لا يحل؟ يعني حرام. نعم. صلى الله عليكم. نختم شيخنا بهذا السؤال، يقول هذا السائل: إن قال قائل إن مسألة الاجتماع في العزاء وضرب الخيام له ليست بدعة وإنما هي من أعراف الناس، فكيف نفرق بين البدعة والعرف حتى نرد عليه؟ هذا ما من العرف، هذا يتقربون به إلى الله، فهو من الشرع، والشرع ما يجوز فيه إلا ما ثبت بالدليل، ولا جاء دليل على هذا العمل، اجتماع للعزاء وضرب الخيام وتعطيل الأعمال، ما جاء، ما في، بل الأدلة تنهى عن هذا، الأدلة الشرعية تنهى عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.